بتكلم في شابتر 2 على بيتكلم على ريكول تو لايف. بدي لي بقى المشهد ده، او تشارلز ديكنز بابداعه الخارق بدي لي المشهد ده بشارع فرنسا، ده شارع في فرنسا اسمه سان انطوان، تمام. الشارع ده بيقول لي ان ده بقره، او ده مكان للناس فور ذا بور بيبل، ده مكان الناس الفقراء، الناس الفقراء كلها موجوده، او الحي ده حي فقير، الشارع مش متسفلت، الناس جعانه، الدنيا متلخبطه في الشارع ده خالص. فبيقول لي الشارع ده كان في محل لمسيو ديفارج، مسيو ديفارج ده الراجل اللي هو خادم دكتور مانيت، كان بيشتغل عنده، وهو دلوقتي ايه، وهو دلوقتي موجود في فرنسا، وهو اللي عنده محل، سبحان الله. كان شغال اول خادم، ودلوقتي بقى عنده محل. طيب بيقول لي ان مسيو ديفارج while he was sitting outside او in front in his shop، كان المحل بتاعه ده بيبيع خمور، تمام، في واينز وكلام من ده. فبيقول ان والعمال بينزلوا الواينز غصب عنهم، كسروا قاروره اللي هي كاسك اوف واين، تمام. لما القاروره دي اتكسرت، او الازازه الخمر دي اتكسرت، ايه اللي حصل؟ بيقول لي الناس بقى كانت ديكنز، بتنشر. ديكنز بقى بيبدع في المشهد او في وصف المشهد ده. بيقول لي when the cask broke او was broken، بيقول لي everyone in the street stopped what they were doing، كل واحد وقف اللي هو بيعمله، and they hurried to the broken cask، وكلهم جروا على البروكن كاسك. بدأوا يعملوا ايه؟ بدأوا يلحسوا، they start licking the drops of wine، بدأوا يلحسوا الخمرة، even if it's mixed with mud، حتى لو هي مخلوطة بالمد بالطين. The mothers dipped the cloths، الأمهات بدأت تاخد الكلوس قماش كده مقطع، and they dipped it in the wine، وتحطه في الخمرة، وتبدأ تحطه squeeze them in the children's mouth، وتبدأ تعصره وتحطه في بق أطفالها، متخيل؟ المشهد طبعا كان فظيع. بيقول لي ان الواين ده كان لونها ريد، والشارع كله بقى ميكسد ويز ريد كلر، الشارع كله بقى لونه احمر، لدرجه ان في راجل اسمه جاسبرد حط ايده في الواين وبدا يكتب كلمه ايه، بلاد على الحيطه، بلاد على الحيطه. فلما مسيو ديفارج شاف الكلمه ديت جري بسرعه وبدا يمسح الكلمه، تمام، كان خايف ان السلطات او ان مثلا حد مسؤول يشوف الكلمه ويعرضهم لمشاكل. المهم بعد المشهد ده ما خلص، هنبدأ بقى نخش جوه المحل بتاع مسيو ديفارج. مس لوسي مانيت ومستر لوري هيدخلوا المحل. هنتعرف أول حاجة على مدام ديفارج اللي هي مرات مستر ديفارج، هيز وايف، نقول إن الست دي دكتور مانيت كان محل الواين ده. كان موجود في المحل ده، تمام، كان موجود في أوضة فوق في المحل، تمام. فبيقول هنا إن لما دخلوا المحل كان موجود مين؟ كان موجود مدام ديفارج، وكان موجود ثلاث اشخاص اسمهم ذا ثري جاكس. ذا ثري جاكس دولت بيقول ان مش اسماء الحقيقيه، هم مش اسمهم اصلا ثري جاكس، ده هم دي اسماء حركيه عشان ما حدش يعرف ذير ريال او ذير ايدنتيتي، عشان ما حدش يعرف حقيقتهم او شخصيتهم الحقيقيه. فبيقول بعد كده ان مدام ديفارج كانت طلبت من مسيو ديفارج ان هو يعرفها على ثري جاكس دولت. وبعد شويه مسيو ديفارج راح لمس مانيت ومستر لوري وبدأ يتكلم معاهم، وخد الثري جاكس معاه عشان يفرج الثري جاكس على الراجل ده. يبقى خد لوسي مانيت وخد مستر لوري والثري جاكس عشان يفرجهم على مين؟ على دكتور مانيت. ليه؟ لأن هو بيحفزهم، بيقول لهم شوفوا الفرنساويين عملوا ايه في الراجل الطيب، الدكتور كان دكتور محترم، شوفوا عملوا فيه ايه، بيحفزهم عشان هم يعملوا بعد كده ريفولوشن او ثوره، تمام. طبعا مستر لوري كان متضايق ان مسيو ديفارج بيفرج دكتور مانيت على بيخلي الناس تتفرج عليه كانه فرجه يعني، ولكن مسيو ديفارج كان في حاجه في دماغه ان هو ايه، عايز الناس تفهم الظلم وصل للناس ليه، دي حاجه. ثاني حاجه ومستر لوري جاي يدخل الاوضه هيلاحظ ان مسيو ديفارج كان قافل الاوضه على دكتور مانيت، فاستغرب، فبيقول انت قافل الاوضه عليه ليه؟ قال له هو بقاله 18 سنه قاعد في السجن، فهو اتعود على كده، لو ما قفلتش الباب هيحس بعدم الامان، تمام. Let's start reading the chapter. بيقول هنا recall to life، بص بقى على السين وبص على ابداع ديكنز. The scene changes to the suburb of Saint Antoine in Paris. المشهد اتغير، بقينا في شارع من شوارع باريس. Saint Antoine was a poor section of Paris، منطقة
منطقة فقيرة. It was filled with hunger, poverty, sickness and misery. مليان بالجوع والفقر والسكنس المرض والبؤس. And because of it, the ragged people were filled with hatred towards the wealthy and the noble classes of Paris who cared nothing for the misery. بيقول الناس حتى هناك من كتر الجوع والفقر الناس بقت مليانة كراهية تجاه الناس الأغنياء، لأن هم محدش بيعبرهم ولا حد بيخلي بالهم من بؤسهم، مهتمين بس بنفسهم أو مهتمين بس بأمورهم. And so it was the Saint Antoine was rapidly becoming a center of unrest which would soon explode in the French Revolution. بيقول المنطقة دي بقت بؤرة، بقت مكان القلق، مكان المشاكل، المكان ده هينفجر في وقت معين وتطلع منه الثورة الفرنسية. اوكي كلير؟ ماشي حبيبي. Start. It was in a narrow Saint Antoine street one day that a large cask of wine was dropped from a cart and shattered on the rough stones outside a wine shop. يعني بره محل بقى الخمر اللي هو محل بتاع مسيو دي فارج. All the people، بص بقى الحته دي. All the people. Yes. كلهم وقفوا شغل، وقفوا اللي بيعملوه عشان ياخدوا اي نقطة خمرة. some knelt، knelt يعني كانوا بيركعوا. knelt down putting their hands together and sipped if drop they could find. يعني بدأوا يحطوا دول جنب بعض كده ويبدأوا يلحسوا اي نقطة او يرتشفوا اي نقطة خمرة ممكن يلاقوها. Others licked the wine from the stones. تانيين بدأوا يمسكوا الحجارة ويلحسوا الخمرة اللي وقع على الحجارة. Mothers dipped rags. Mothers dipped rags. Rags into the wine. Squeezed the drops into the children's mouth. حطوا رجز يعني قماش مقطع، حطوا بدأوا يحطوا قماش مقطع في الخمره ديت او في السوائل المرميه في الارض ويمسكوا القماش ده ويعصروه في بق اطفالهم الصغيرين. جوع، بيعانوا من الجوع. children built little mud children built little mud walls to trap bottles of wine and drank mixture of my wine and the mud. حتى الاطفال بدأوا يحوطوا كده الخمره ديت ويشربوا الخمرة مختلطة بالطين. To these people، للناس دولت أو بالنسبة للناس دولت، living in hunger, poverty and misery، اللي عايشين في الفقر والجوع والبؤس، the wine was like a blessing from heaven. نقط الخمرة ديت كانت عبارة عن نعمة من السماء، كأنها حاجة إيه ما حصلتش. يبقى بالنسبة لهم it was a it was like a blessing from heaven. go on the wine الخمرة كان منها ايه؟ the wine was red yes and had stained the street and made it look blood stained it had stained it had stained many hands too a tall man dipped his finger in the muddy wine and wrote on the walls blood and indeed it would not be long before blood would flow in these very streets. تمام، بيقول لي مش هيعدي فترة طويلة. it will be a short time and this street will be filled with blood. هتبقى الشوارع دي فعلا مليانة بالدم. across the street there was the wine shop which was better than most others in appearance and degree. كان بره بقى في الشارع ده كان في الناحية التانية كان في محل خمرة كان شكله أفضل شوية وكان يعني مستوى أفضل من مستوى الناس اللي عايشين في الشارع ده. The owner of the wine shop, Ernest DeVarge, who was watching the people struggling for the wine. It's not my fault. The people from the market did it. Let them bring another, he said.
بيقول ده مش خطأي، الناس بتوع السوق هم اللي وقعوا القارورة ولازم هم اللي ايه يدفعوا حقها او يجيبوا واحدة مكانها. He said he happened to see the tall man Gaspard writing the word blood on the wall. شاف جاسبر ده بيكتب كلمة بلد على الحيطة. He ran to him and called him mad to do so. وقال انت مجنون تكتب ايه؟ Then Defarge got a handful of mud with which he whipped the wine off off the wall and then crossed the road and entered the wine shop. بدأ بقى يشيل كلمة بلد على الحيطة ورجع تاني المحل بتاعه. Defarge was a بدأ بقى يوصف لك مسيو ديفارج بيقول لي he was a well built man of 30 عنده حوالي 30 سنة who wore no coat and his sleeves were rolled up leaving his arms bare. كان لابس هدوم بس مشمر قمامه. He was dark man with good eyes. He seemed to have a strong character and determination. الراجل ده شخصيته قوية وعنده إصرار وعزيمة. كمل. Yes. كمل إبراهيم. Teresa Defarge. ده اسم مراته. أو تريزا. I'm sorry. Teresa Defarge. Teresa Defarge. His wife. Yes. Was a fat woman. Yes, of about the cat watchful eyes. Yes, خلي بالي برضو هنا عناها عندها watchful eyes يعني عناها ثاقبة. That seldom seemed to look at anything. عايز يعني اقولها كده مش عارفة ببص على ايه بالظبط. Seemed. She seemed to be a woman with a strong character that she didn't often make. يبقى خلي بالي ان مسيو ديفارج هاد سترونج كاركتر اند مدام ديفارج هاد سترونج كاركتر تو. كمل حبيبي. She looked up from her seat behind the counter in the wine shop when her husband entered. Her knitting was beside her and she gave her husband a cuff indicating to him that he should notice the elderly gentleman and the young lady Mr. Lorry and Miss Manette. تمام. seated at the corner table drinking some wine. تمام. كانوا موجود مستر لوري وميس مانيت قاعدين بيشربوا واين وهو ايه مسيو ديفارج داخل. هي كانت عايزه ايه تخلي يعني تلفت انتباه ان هم قاعدين. كمل. There were some other customers in the shop. Some playing cards while others were drinking wine. Divorce passed the two strangers and joined three customers who were drinking at the counter. He greeted each of them with the name Jacks. Jacks. كان بيحيي الثلاث رجاله دول كل واحد باسمه جاكس ما كانش بيقول له اسمه الحقيقي. After exchanging a few words with them, his wife picked her tooth once again and gave him another grain of of coffee. Madame Defarge came near them and coughed, meaning that her husband should introduce her to the three gentlemen. After introducing her, she picked up her knitting and returned to her seat once again. Then Mr. Lorry, who also noticed Ernest Defarge, Wyan, and left the job one by one. خلاص هما بعد ما قعدوا تعرفوا على بعض هي ايه دفعوا الحساب وراحوا ايه مشوا واحد ورا التاني. Mr. Lorry, who also noticed that Mr. Lorry, who also noticed Ernest Defarge, went to the counter and into the counter and spoke softly with Defarge after exchanging a few whispered words. Defarge headed for the followed by Mr. Lorry and Lucy out of the shop. Defarge led them towards a narrow winding staircase
طلعهم كده على ستير كيس سلالم ضيقه جدا، وبقى دارك كورت يارد في ايه، في فناء ضلمه. Then Defarge bent down one knee to Lucy, the child of his old master. يعني ركع كده على رجليه and kissed her hand. وبس ايديها. He told her that her father was greatly changed. بيقول لها باباك اتغير، باباك ما كانش كده. They climbed the stairs and when they reached the closed door at the top, Defarge got a key out of his pocket. When Mr. Lorry asked Defarge why Dr. Manette had to be locked up for such a long time, that if the door of the room was left open, he might get scared and harm himself in any way. Mr. Lorry بيقول انت قافل عليه الباب ليه؟ قال له هو اتعود ان هو يتقفل على الباب فترة طويلة، لو ما قفلناش الباب هو هيحس بالخوف وممكن يأذي نفسه. Go on. They were whispering. They were whispering that no word of what they said reached the ears of Lucy Manette. تمام. But she seemed too anxious. Anxious that anxious. Mr. Lorry had to hold her hand to comfort her. كانت خايفة جدا أو قلقانة لدرجة إن مستر لوري مسك إيديها عشان يهديها شوية. He said, courage, dear miss, courage. الشجاعة، تشجعي، امسكي نفسك. Business. The worst will be over in a moment. أسوأ حاجة ممكن تحصل هتعدي كمان إيه، كمان لحظة. It is but passing the room door and the worst is over. هنعدي بس من الباب ده وأسوأ حاجة في حياتك هتعدي. Then all the good you bring to him, all the relief, all the happiness you bring to him, come now, business, business. خلي بالي اللي هنلاقي دايما مستر لوري بيتكلم عن بيزنس، راجل عملي جدا، مفيش مثلا عاطفه عنده او كل همه البيزنس او الشغل، كلها ما تخافيشي هنعدي بس من الباب ده كل مشاكلك او كل خوفك هيخف. Round the corner they saw three men. خلي بالي بقى، وهم داخلين لقى مستر لوري لاحظ ان في ثلاث رجاله قاعدين ايه يبصوا على مستر لوري من الخرم او من شقوق كده في الحيطه. فمستر لوري اتضايق، هو طب هو جايب الناس دي يتفرج على مسيو دي على دكتور مانيت ليه؟ مسيو دي فارج جايب الناس ليه عشان يتفرج على مسيو مانيت؟ هو دكتور مانيت فرجه، هم جايبينهم ليه عشان يتفرجوا عليه؟ in the wine shop looking through some cracks in the wall, Defarge sent them down. نزلهم. when Mr. Lorry asked Defarge if he was making a show of Dr. Manette. بيقولوا انت بتستعرض الراجل ده، انت بتفرج الناس عليه ليه؟ Defarge said that he only showed him to chosen few, the Jacks. بيقول له انا بوريهم او بفرج دكتور مانيت لمجموعه مختاره، لناس معينين. brave man like himself. رجاله شجاعه زيه بالظبط. to whom the sight would be good. بالنسبه لهم لما يشوفوا منظره هيتعلموا. Then Defarge struck twice or three times. struck يعني ايه؟ خبط على الباب. upon the door and draw the key three or four times. بدا يحرك الباب ثلاث اربع مرات كده. to make a noise so as to warn the person inside. عشان يحذر دكتور مانيت او عشان يعرفوا ان احنا داخلين يعني. the door slowly opened and looked into the room and said nothing. فتحنا الباب وبدأوا بقى يبصوا على الأوضة ومحدش قال حاجة. كمل. ديفارج then asked them to enter. Mr. Lorry got arm around Lucy's hand and held her because he felt that she was sinking. تمام. يعني هو ايه بدأ برضو حط دي حوالين ايديها يمسكها يعني عشان ايه خايف ان هي ايه يغمى عليها او يحصل لها حاجة. When the door was opened, they saw, بدأوا يشوفوا إيه؟ A white-haired man, راجل شعره أبيض, sitting on a low bench, قاعد على bench, أو bench اللي هو إيه؟ مقعد إيه سفلي كده، أو مقعد مش عالي، منخفض. His back to the door, ظهره كان للباب. Facing the room's only window, بيبص على الشباك الوحيد اللي موجود في الأوضة. He was bending over a pair of shoes that he was making. كان من تاني ظهره او منحني يعني بيصنع زوج من الاحذيه. اوكي يا حبيبي؟ ماشي حبيبي؟ طيب الكويشن الاولاني بيقول لي speak about Saint Antoine as a part of Paris and about the people who lived there. لو انا عايزه اتكلم عن سانت انطوان والناس اللي عايشين هناك هقول ايه يا ابراهيم؟ سانت انطوان الناس اللي هقول ايه؟ هقول انهم يس
برضو يعني خايفين وفقيرة Yes, they are poor. وعندهم قلق. They are poor. They are hungry all the time. They couldn't find food to feed themselves or their children. مش لاقين أكل يأكلوا نفسهم وأطعامهم. تمام؟ And when احكي بقى حكاية البروكن كاسك اللي هي الزجاجة اللي اتكسرت. When when the wine cask wine cask shattered, تمام. Everyone stopped. Everyone stopped what they were doing. كل واحد وقف الحاجة اللي هو كان بيعملها. تمام. Doing and yes. Go to the cask wine or yes. the wine that mixed with the mud. Yes. تمام. In order to take any drop of wine. عشان ياخدوا أي drop of wine أو أي نقط من الخمرة. What did Gasbert do? Gasbert بقى عمل إيه؟ كتب إيه على الحيطة؟ He dipped his finger in the blood, in the wine and wrote or wrote. Yes. Word. Blood. Blood on yes. the wall. Yeah. طب هو هنا قصده إيه؟ In the revolution. اللي هي الثورة will be very soon. إن الثورة هتبقى قريبة جدا. هو قصده هنا أو هو كتب كلمة blood ليه؟ قصده أو كاتب الكلام ده لأن إن ال blood معناها إن that the revolution will be very soon. إن الثورة قربت. طيب describe Monsieur Defarge. Monsieur Defarge عامل إزاي؟ أو Mr. Defarge. بس أنا اللي أعرفه إنه في الثلاثينات. تمام. إحنا قلنا إن هو he is well built يعني جسمه كويس. He is almost 30. احنا قلنا ان هو he has a strong character. شخصيته قوية. A strong character. And determination. He has determination. يعني عنده إصرار وعزيمة. تمام؟ يبقى هو 30. Well built. جسمه كويس. يعني بنيانه كويس يعني. وان هو has a strong character and determination. Describe Madame Defarge. نفس الكلام. نقول ان هي ايه؟ ان هي كنت شغاله في قصدي مرات الرجل يبقى the wife of Monsieur Defarge a fat woman she has a careful a watchful eyes عندها عينين ثاقبه دايما دايما شايفينها وهي معاها النيتنج she was always seen knitting ان هي بتشغله في شغل ابره تمام برضو عندها she has a strong character عندها شخصيه قويه and she never make mistakes يعني عمرها ما بتعمل اخطاء يقول لي هو was Monsieur Defarge talking to near the counter كان بيتكلم مع مين عند الكاونتر كان بيتكلم مع مين مع التلاتة لما اسمهم 3 Jacks أو the customers How did Madame Defarge remind her husband to introduce the 3 Jacks عملت ايه عشان يخلي Monsieur Defarge يعرفها حاجات كده ايوه يبقى she made a cough a cough يعني ايه جحد Who were the two strangers in the wine shop? The two strangers كان منهم مين؟ Mr. Lorry ولوسي. تمام. Why did Lucy go to Saint Antoine with Mr. Lorry? ليه جم Saint Antoine؟ عشان إيه؟ عشان يشوفوا بوما. يبقى to meet Dr. Manette أو to take Mr. Dr. Manette back to England. لأنهم رايحين ياخدوه يرجعوا England مرة تانية. Why was Saint Antoine considered the center of unrest? ليه المكان ده يعتبر مكان للقلق او مثير للقلاقل ليه لان هو كان ايه a poor عشان هو كان حي فقير a poor place a poor section in Paris it is filled with poor people مليان بناس فقيره who hate the rich people بيكرهوا الناس الفقيره بيكرهوا الناس اللي الاغنياء عشان كده احنا في الاسلام ربنا يعني امرنا بالزكاه لان لما الغني بيدي الفقير الفقير مش هيكرهه انما هناك بقى الغني عايش في رفاهيه والفقير عايش في ظلم فبالتالي ايه اللي حصل اللي هما بيكرهوا بعض مش ما بيحبوش الايه الاغنياء تمام what is the significance of the cask of wine scene giving full description of it يعني بيقول لي ايه اهميه مشهد الكاسك واديني وصف كامل ليها ان هو بيوضح ان هم فقار قوي yes it reflects the poverty of the people تمام وابدا بقى احكي القصه ان هم people rushed to the drops of wine بداوا يجروا عشان ياخدوا yes we drop in children mouths
تمام. because they are angry all the time. they are hungry all the time. what was ديفارج's reaction to the smashed cask of wine؟ كان رد فعل مسيو ديفارج ايه لما الكاسك اتكسرت؟ وقف هادي. تمام. he stood quietly because he knows that it was their mistake and they will replace it. هيجيبوا له واحده مكانها. what is the significance of the wine stains؟ بيقول لي بقى اهميه الواين ستينز، بقع الخمره اللي لونها احمر، اهميتها ايه؟ كانت اللي هي عملت بلادي ان هي it reflects the revolution او it foreshadows the revolution، يعني هي بترمي ظلال او بتعكس الثوره اللي هتحصل بعد كده. مش حبيبي؟ تمام؟ طيب في اي حاجه مش واضحه في الشابتر ده؟ اوكي. طيب ذاكرهم كويس وذاكر الكويشنز وعارف الكويشنز والانسر بتاع كل واحد يا حبيبي، اوكي؟ مش حبيبي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا يا ميس. سؤال بس، سؤال. اتفضل. هو ازاي الزوم ما فصلش لحد دلوقتي؟ عشان احنا واحد بس، لو كان مجموعة بيفصل. تمام؟